استاذ وليد اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، واهلا باشمهندس عدلي، وهارد لك للاهلي. هارد لك وليد. قول لي الحاله عندك عامله ازاي زي ما عشتها انت؟ والله يا استاذ ابراهيم بجد بجد حاله صعبه. يعني احنا من زمان يمكن ما عشناش الاجواء دي. طبعا نوعا ما، طبعا فرق المنافسه والجماهيريه مبتعدين شويه عن الاحداث الرياضيه في مصر. هنا الاهلي وجماهيره رجعونا للاحداث ثاني. والله الجماهير يا استاذ ابراهيم لو تشوف الحضور وتشوف المشاعر وحاجات كثيره جدا، وتشوف رد الفعل بعد المباراه، والله 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 يعني المفترض ان اللقطات التلفزيونيه دي يعني الفريق الاهلي يحتفظ بيها ويفرجها للعيبه فيما بعد. مشاعر صعبه جدا جدا يا استاذ ابراهيم. الناس بتجي من بدري جدا. على فكره الحضور الجماهيري دايما في المباريات اللي بتقام هنا في دوله الامارات، الناس بتيجي قبل الماتش بنص ساعه، ثلث ساعه، ما فيش زحام والحضور بيبقى سهل. الملعب رسميا شرطه دبي اعلنت انه هيتفتح الساعه 5:30 بتوقيت الامارات، يعني قبل المباراه بساعتين. الجماهير المصريه كانت موجوده قبلها بثلاث ساعات اربع ساعات. الملعب القسم المخصص للجماهير الاهلي واكثر منه، يعني في بعض سمحوا شويه بدخول اكتر نسبه من قبل الميعاد المحدد. الناس حاضره واسر وعائلات والجماهير المصريه بصفه عامه. صراحه كانت لحظات مؤثره، والناس من بدايه تشجيع ورسائل مهمه جدا للعيبه ورسائل مهمه للاداره ومشاعر صراحه كانت يعني تحرك الحجر. طبعا رد الفعل كان سلبي جدا بعد المباراه. جماهير هجمت اللعيبه واتهموا عدد كبير منهم ان هم يعني فانيله الاهلي كبيره عليهم. خاصوا بالتحيه لعدد معين من اللعيبه، طبعا وليد سليمان، حسام عاشور، دول اكتر لعيبه خدوا تحيه الجماهير بعد المباراه. كارتيرون برضو نالوا من الحب جانب. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في العادي، لكن حصل طبعا وفقا الغضب الغضب يعني الغضب الغضب بالظبط. الفريق طبعا ما اقدرش انكر، الفريق طبعا كله حزين بشكل كبير جدا 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 جدا. كان معاهم يعني في امل ان هم حققوا الفوز ويتاهلوا الدور الثاني وكانوا قادرين على كده. اعتقد ان بعيد عن الامور الفنيه طبعا، الفشل في التاهل للدور الثاني او الدور الربع النهائي كان من مباراه الذهاب يا استاذ ابراهيم. صحيح. مباراه الذهاب اعتقد ان تم معاملتها على اعتبار انها بطوله درجه ثانيه. ما كانش تم فيها، كان ممكن وسهل جدا كان الاهلي يحقق فوز والنتيجه متريحه جدا في المباراه الاولى. وتلاحظ ان نفس الاخطاء بتحصل كانت في اخر 10 دقائق من المباراه الاولى، هي نفس اللي حصلت في المباراه الثانيه. وده سيناريو مدرب الوصل قال عليه ان هو بيستنى، كان مستني اخطاء الاهلي. هو قال انا عارف قوه الفريق الاهلي وعارف ان هو داخل المباراه بحياه او موت، والسيناريو بتاعه ان هو بيهدي اللعبه مستني اخطاء. وده اللي عمله فعلا، نفس اللي حصل في الشوط في المباراه الاولى، ان هو ما لعبش غير اخر 10 دقائق وجاب جونين، عملوا نفس القصه هنا ومن خطا جاب هدف التعادل. فالخساره اعتقد ان هي كانت من مباراه برج العرب في اسكندريه. هنا اللاعبين بذلوا جهد، بس كان في حاجات مفقوده وكان في بعض علامات الاستفهام. معرفش هل يا ترى يعني الاوضاع تسمح تتقال ولا لا؟ لا هي يعني ما هو مستوى الاداء الفني مؤكد. انت راجل بتكلمك، انت بترصد امور. يعني ده حقك يعني، ما عندناش مشكله ان نسمع منك اللي انت عايزه. والله يا استاذ باشمهندس عدلي، يعني وليد ازارو جاي تعبان، خلينا معترفين بالموضوع ده. وليد ازارو جاي بعد الساعة 11 بالليل بتوقيتنا، ما شاركش في التدريب الأخير امبارح. يعني لا شارك في التدريب الأول. ما هو عشان كده ما ابتداش بيه. ما صح، ما ابتداش بيه، بس وليد لو في حالته الانفراد اللي جاله يخلصه. طبعا. يعني في بعض عموما يعني في بعض يعني الأمور الفنية طبعا مش ماليش إن أنا أتكلم فيها، ولكن الخسارة بصراحة كانت شديدة، وأعتقد إن في تبعات للخسارة كمان على مستوى العقوبات. اعتقد إيه؟ ان في عقوبات هتوضح. بس في نقطة مهمة بما انك ذكرت كده، يجب ان يحايل، لان كان في كلام كتير واشاعات كتير حوالين عودته،
هو يجب ان يحن حرصه انه يرجع ويلحق بالمباراه. دي لازم طبعاً. دي نقطه طبعاً. هو مش مسؤول طبعاً. مش مسؤول عن ضغط بقى الماتش مشاركته امبارح مع المنتخب، يعني دي حاجه خارجه ايده، انما هو يجب ان يقدر في هذه الجزئيه. اكيد اكيد يا باشمهندس، طبعا اكيد ان هو يقدر، ده مش مسؤوليته، ده هو الراجل بيعمل اللي عليه. وليد انت بتقول لي في عقوبات مش كده؟ في يعني في احتمال كبير لتوقيع عقوبات، خاصه ان بعد نهايه المباراه حصل بعض المناوشات، ترتب عليها طرد حسام عاشور بعد نهايه المباراه. الحكم المغربي طرده، طلع له البطاقه الحمراء. واعتقد برضو كان في بعض الكلام مع كارسيرون. المشكله كان في حضور كبير من الاتحاد العربي، كان من ضمنهم طلال الشيخ مدير البطوله، واعتقد ان هو الحكم كلف بكتابه تقرير فوري عن الاحداث، وممكن يتم النظر فيها وقد تتخذ بعض العقوبات. طب نقطه فنيه هنا بقى، اذا كان عندك اجابه، يعني الاتحاد العربي اذا اتخذ عقوبات مدى، يعني هي ملزمه امام مسابقات الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ولا لا؟ هي قاصره على المسابقات العربيه. هي أنا عارف الاجابه بس عايز اسمعها. هي عربيه، ولكن في وقعه اعتقد اللي كانت حصلت في البطوله السابقه مع الفيصلي. لا دي ناس ضربت حكم، ده موضوع تاني. انا بتكلم على العقوبه بصفه عامه. لا طبعا في فرق كبير ما بين الاحداث. لا انا احداث الفيصلي تم اختار الفيفا بيها لانه ده كان حكم دولي اتضرب. هل يا ترى ساعتها ان العقوبات دي شامله ولا ده على فكره يرجع للاتحاد المصري، ان هم لما يخاطبوا الاتحاد المصري. اعتقد ان هي الاحداث ما تستاهلش يعني اكثر من انها توقيعها على يعني هي هي يعني انت سميتها مناوشات يعني. هي مناوشات ماشي. اعتقد الفريق بكره ان شاء الله باذن الله هيسافر على الظهر. طب ده بقى سؤال مدى تاثير خروج الاهلي من البطوله على المسؤولين بقى في الاتحاد، لان يعني استمرار الاهلي كان يعني هيضيف الى العوائد التجاريه والعوائد والاقبال الجماهيري، ولا انا صحيح؟ اكيد 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 يا باشمهندس طبعا. يعني لمست اي حاجه يعني طبعا. يا باشمهندس طبعا، كان كل الناس متوقعه استمرار الاهلي، استمرار لنجاح البطوله. يعني خلينا معترفين، الاهلي باسمه وشعبيته وجماهيريته وحضوره ومستواه طبعا اكيد اضافه فنيه واضافه تسويقيه وترويجيه كبيره جدا جدا للبطوله. فاكيد ان خروجه دوت برضه ما كانش متوقع اساسا، يعني الخروج ده ما كانش متوقع، خاصه انك انت بتتقدم بهدف. ما دي المشكله، انت هنا تقدمت بهدف وهناك تقدمت بهدف. دي بالمناسبه النقطه اللي قالها كارسيرون في المؤتمر، وانا يعني مستغرب، هو نفسه قال ان احنا تقدمنا بهدف، لو كنا احرزنا الهدف الثاني كنا قتلنا المباراه. نفس اللي حصل في المباراه الاولى لو احنا اضفنا الهدف الثاني، يعني طب ما هو واضح نفسه ان هو نفس السيناريو يعني. ومين اللي هيسجل؟ مين اللي هيسجل؟ يعني ما هو في النهايه ده راي المدرب. طب مين اللي كان المفروض يسجل وما سجلش؟ يعني ده اللاعبين. طب بالظبط. هو طب يعني طبعا اتهم ان قرارات التحكيم ما كانش في عادله، مش في صالح حد على حد، ما كانتش عادله. وقال انه تقريبا بعد الهدف الاول، الهدف الاهلي اللي احرزه، قال ان التحكيم ما لمصلحه الوسط حوالي ال 20 دقيقه الاخيره. وفي ردا كمان على سؤال ان هو هل يا ترى مصيره مع الاهلي من استمرار وبقائه او رحيله، قال انه ما يعرفش حاجه عن الموضوع دوت، ولو حد اتكلم عن موضوع رحيله او وصلته فهو المسؤول عن الكلام ده اللي قالوه، هم اللي يسالوا في هذا وليس هو. قال ان اللعيبه بذلوا جهد كبير جدا، يمكن اكثر من المباراه اللي فاتت، لكن التوفيق ما كانش حليفهم، والاخطاء بتحصل، وانه عندهم مباريات جايه لازم يهتموا بيها، ومباريات مضغوطه، والمسابقات المحليه تحتاج برضو كثير من الاهتمام والمتابعه. تمام، بنشكرك يا وليد. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا للزميل العزيز وليد فاروق، صحفي بالاتحاد الاماراتيه.